السبب. طيب احنا نبي بشكل سريع قبل نختم نبي نرجع على موضوع الصباحيات. للامانه الصباحيات عند الشباب جدا مختلفه، يعني اللي يجي ما يتابع البث الا في الصباح يشوف شيء مختلف، يستمتع ويستمتع جدا. وش فائده الصباحيات للمتسابقين والمشاهدين؟ كلها بركه يا ابو حسام. سبحان الله، فعلا مثل ما قال حتى سالتر ما يكلمني الا الصبح. والله اسمع الله النبي اللهم صل وسلم عليه يقول وهو الذي لا ينطق عن الهوى بورك لامتي في بكورها. نعم، فالصباح كله بركه، ونسمه الصبح بعد صلاه الفجر في جماعه ايضا مبروكه. جلاء الظلام الله الله، فالشباب يتجلون سبحان الله وينشطون في هذه الفتره. اللي بيتابع البرنامج ويبي يستمتع يتابع بعد الفجر. نعم، وترى بيكتفي وتشبع واقعيه وتشبع نشاط، والحقيقه النسخه هذه مبدعه في الصباحيات. نعم، في الصباحيات يتجلون ويعطون كل طبلونهم، فانا اتمنى انهم يستمرون وهذا شيء طيب للجميع. ابو منصور سم ابوي، النسخه غريبه ذي. انت تقول حتى في الصباح اكلم سالم حزام. اي سالم حزام يحب الصبح. الصبح جلاي النور، جلاي الظلام. الله النور سبحان الله، كل في يخلي يعطيك شعور بال حتى هذا نسال كبجعك شد النضج. اسلم الصباحيات. اي صباحيات ما ادري والله، انا ما اتابع الصبح. يعني ما حد مهتم. نجمت أنت من جمهور الصبح؟ إيه لا لا لا، ولا من جمهور أصلا النسخة كلها. والله الكاميرا رجع على الضلع في الصبح. إيه يا أخي هذا المنظر، شفت سبحان الله صار. ولا متسابقين لا يهمونك. صار طبعا المتسابقين عندهم، في ناس يقولون عصريات، عصريات أصلا وقتها ثلاث دقائق ربع دقائق وبعدين خلاص. ما بعصريات يقول عصريات على البث والحين صباحيات والصبح ما غير كم ساعة. نسخة غريبة الله. وين عصريات يا ابو منصور؟ منصور وين عصريات؟ على بث التيك توك. عصريات الشيد امس ما خلص مطبخ للساعة 7، وين عصريات؟ في قتلوا العصريات يا رجال. رشيد رشيد يوم الجمعة، هو يوم الجمعة ما خلص للساعة 7 مدري يوم. وين عصريات فيه؟ عموما صباحيات الشباب جميلة أمانة، عشان كذا طالب انهم يمدون ساعة، يعطونهم مساحة أكثر، يعطونهم واقعياتهم، يشوفون إلى 7 تقصد؟ إلى 7 يصلحون فطورهم، خلاص الجو الآن بدأ يبرد، الجو بدأ يصير لطيف، يعني يحمل شبة نار. شوفوا لكم احد انا يجيب لهم من الخشاشة موجود شجرة. الحطب في حطب موجود، خلاص جيبوا لهم حطب. في راعي، راعي جايب من جاب الحطب؟ راعي حطب. يا سلام حطب، يعني الراعي اللي كان معنا في البزنس. نعم يا اخي والله شيء جميل، حطبه والله جميل. والله اليوم ايه المستورد، حطب مستورد. ايه راعي ما تذكره معي ابو منصور؟ ما تذكر الراعي ابو منصور في البزنس واحد؟ لا والله اثنين اللي ما يعطي فلوس ما اذكره. لا بزنس اثنين ما تذكره؟ راعي كنا، لا هم جاء عقب ما وقفوه.